أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يقاتلون في سبيل الله
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الساجدون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قل حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك ما عبرة إن في ذلك ما لعظمة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنايا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنايا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من بنايا. أهنتم أنتم أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. بنيها.
أشد خلقا من السماء رفع سمكك فسواك وأغطش ليلها وأخرج ضحايا والأرض بعد ذلك دحاها وَلَوْ أَبَادَ ذَلِكَ دَحِيكَ وَلَوْ أَبَادَ ذَلِكَ دَحِيكَ منها ما والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من فالحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربي وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي. Oh.